وبهذه المناسبة ينضم إلينا من الكويت الدكتور سلطان الأصقى، الكاتب والمتخصص في التاريخ الحديث والمعاصر. أهلا بك دكتور، وكل عام والكويت الشقيقة بخير وأمن وازدهار، وهي اليوم تحتفل بأعيادها الوطنية وهي تواصل مسيرة الازدهار من عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح رحمه الله إلى عهد سمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح. ما أبرز ملامح هذه المسيرة؟ حياكم الله، كل عام ونحن وأنتم وأهل الخليج جميعا بخير وصحة وسلامة. كل أوجه التوافق والاشتراك والأخوة هي واضحة بين دول الخليج قاطبة، ومع البحرين والكويت على وجه التخصيص، لأنهم أبناء جد واحد وأبناء أسرة واحدة منذ خرجوا من نجد حتى استوطنوا في البحرين أو في الكويت. مرت كثير من الأزمات أثبتت الأسرتين الخليفة والصباح مدى قوة ومتانة هذه الأواصر وهذه الوشائج بين الأخوة في البحرين وفي الكويت، مثل الغزو وما بعد الغزو ثم فترات الربيع العربي لا أعادها الله. كل هذه تثبت مدى قوة ورساخة أواصر الأخوة بين الشعبين وبين الحكومتين. حتى الآن نرى كثير من نواب مجلس البحرين ظهروا على شاشتكم الطيبة ويعني أبدوا كثير من المشاعر المحبة تجاه شعب الكويت. هذا الأمر طبيعي جدا أن يكون بين الشعبين مثل هذه المشاعر وهذه الأحاسيس في أيامهم الوطنية أو في أي مناسبات سعيدة، وحتى وقوفهم في مواقف الأحزان. وأنا لازلت أتذكر ولازلت يعني أحفظ أبيات الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان لما قال في فترة غزو الكويت، قال أبياتا جميلة، قال عن الصباح: هم جدهم جدي وجدي لهم جد، وعيالهم هم شعرة من فوادي، عيال الكويت يقول وعيالهم شعرة من فوادي، هم عزوتي ربعي على اللين والشد، وهم زندي اللي به تشد الأيادي، وحنا لهم درع، يعني أهل البحرين حنا لهم درع حصينا عن الضد، نرخص لهم بالروح يوم الجلادي. وسلامتكم، بارك الله فيكم. الله يسلمك. الأستاذ سلطان الأصقى، الكاتب والمتخصص في التاريخ الحديث والمعاصر، شكرا جزيلا لك.